الصومال، رسمياً جمهورية الصومال الفيدرالية، هي دولة في القرن الأفريقي. يحدها إثيوبيا من الغرب، وجيبوتي من الشمال الغربي، وخليج عدن من الشمال، والمحيط الهندي من الشرق، وكينيا من الجنوب الغربي. الصومال لديها أطول خط ساحلي في البر الرئيسي لأفريقيا. يتكون تضاريسها أساساً من الهضاب والسهول والمرتفعات. تسود الأحوال الجوية الحارة على مدار العام، مع رياح موسمية دورية وأمطار غير منتظمة. يقدر عدد سكان الصومال بحوالي 15 مليون نسمة، يعيش أكثر من 2 مليون منهم في العاصمة وأكبر مدينة مقديشو، وقد وصفت بأنها أكثر دول إفريقيا تجانساً ثقافياً. حوالي 85% من سكانها هم من أصل صومالي، الذين سكنوا تاريخياً شمال البلاد. الأقليات العرقية تتركز إلى حد كبير في الجنوب. اللغات الرسمية في الصومال هي الصومالية والعربية. معظم الناس في البلاد مسلمون، ومعظمهم من السنة.